سبعون عاماً يعيش هذا الرجل داخل اسطوانة حديدية لا يخرج منها أبداً. في عام 1952 أصيب بول ألكسندر بشلل الأطفال وهو في عمر السادسة، وساءت حالته الصحية حتى توقف فجأة عن التنفس. أسرع والد ألكسندر بنقله إلى المستشفى، إلا أن طبيب الطوارئ أعلن وفاته. قرر طبيب آخر فحصه مرة أخرى، وركض به إلى غرفة العمليات وأجرى شقاً في قصبته الهوائية، فعادت الروح لألكسندر. إلا أن ألكسندر أصبح يعيش في رئة حديدية للبقاء على قيد الحياة. وكانت الرئة الحديدية في منتصف القرن الماضي هي الحل الوحيد لإنقاذ الناس من الموت. استعمل الرئة الحديدية بدلاً عن الرئتين اللتين تعطلتا نتيجة الإصابة بشلل الأطفال. الرئة الحديدية يبلغ وزنها 300 كيلوغرام، وهي بديلة عن وظيفة الحجاب الحاجز الذي لا يزيد وزنه عن كيلوغرامين. يعتبر ألكسندر هو الشخص الوحيد في العالم الذي استمر بالعيش في الرئة الحديدية منذ عام 1952. وبالرغم من المأساة التي يعاني منها ألكسندر، إلا أنه لم يستسلم لأزمته الصحية، ولم يستسلم للألم والإحباط، وتأقلم على حياته الجديدة وعالمه الصغير الذي لا يغادره، وأصبح مصدراً للإلهام يزوره المحبطون ليتعلموا منه الصمود. تجاوز ألكسندر جميع الصفوف الدراسية بدرجة امتياز، وحاول البعض عرقلة دخوله الجامعة، إلا أنه تجاوز كل العقبات وتمكن من دراسة الحقوق بجامعة تكساس حتى أصبح محامياً. لم يتوقف ألكسندر وكتب كل مذكرته مستخدماً قلم مثبت على قطعة بلاستيكية يضعها في فمه. ويجيد ألكسندر الرسم بطريقة رائعة، ويجيد العمل على الكمبيوتر وضليعاً بالإنترنت وخفايا الشبكة العنكبوتية. يستطيع ألكسندر العيش حياة طبيعية، فيغسل أسنانه ويدرس القضايا ويقرأ الروايات والكتب. فشعار ألكسندر في الحياة أن الإعاقة ليس لها الحق في رسم المستقبل.